أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ يسأل هذا السائل الأخ سوداني مقيم بالرياض عن التلاوة وختم القرآن، هل لابد من تطبيق أحكام التجويد والتلاوة حتى يؤجر الإنسان أكثر؟ التجويد المطلوب هو عدم اللحن في القرآن، لأن يرفع المرفوع وينصب المنصوب ويخفض المجرور ويجزم الساكن، فلا يغير الحركات حسب الإعراب، وهذا هو التجويد الواجب. أما التجويد بمعنى الإدغام والإقلاب والغنة والمدود، هذه تحسينيات، إن استعملها من غير مبالغة فحسن، وإن لم يستعملها مع تطبيق النحو على الوجه المشروع على الوجه الصواب فهذا هو المطلوب. نعم.